شوفوا الحشوه من جوا رهيبه. نقطع الخضروات 4 قطع زي كذا. حضرة الطعام هنزل كل الخضروات. الخضار جاهز، هنزل اللحم المفروم عندي كده بهذا الشكل. شوفوا كده مبدئيا، وبعدين باليد عليها البهارات. عندي بابريكا وبهارات مشكلة وكمون، ملح، زيت زيتون. هنزل عليها شوية دبس رمان كده، نخلطهم كلهم سوا. الخبز قصيته من الطرف زي ما انتم شايفين، فتحته زي كده، شوية زيت وأدهنه بالخبز بالكامل زي كده. هشيل من الحشوة وزعها بالتساوي. هدخلها الفرن، درجة الحرارة 230. منظر ما شاء الله، أنا ولعتها من فوق بس بقمرها شوية تبارك الله. خلاص القرمشة كيف، الحشوة من جوا. تفضلوا يا جماعة. أنا مستمتع. بالعافية. طيب ممكن تعصر الليمون؟ أكيد. يبغى لها إيش؟ عصرة ليمون. وشطة كمان ترى. يا أخي أنا ما أخف، ما أخفي. أنا ما بغير طعم اللحمة، جبنا اللحمة مميزة. بالعافية. تفضلوا يا جماعة. هي رأي يا جماعة خطيرة. رهيبة.